بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا أعزائي المتابعين في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن أسباب ظهور عظمة القدم وعلاجها. وإن عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك والانتساب إلى القناة، ده هيكون شرف لينا لانضمامكم لأسرة قناتنا المتواضعة. مستنين أسئلتكم واستفساراتكم. ظهور عظمة القدم، يعتبر القدم من الأجزاء المهمة في جسم الإنسان، حيث يتكون من 5 أصابع ويعد الإبهام أكبرها وأطولها. ومن الممارسات اليومية للفرد يتعرض القدم للإرهاق ويصاب الإبهام ببعض التشوهات، وأهمها ظهور عظمة القدم وانحراف الأصبع إلى الداخل، مما يتسبب ذلك ألما في القدم. وفي هذا الفيديو هنتعرف مع بعض على أسباب ظهور عظمة القدم وأعراض ظهورها بالإضافة إلى طرق علاجها. هنتكلم عن أسباب ظهور عظمة القدم، وأولها العوامل الوراثية، الإصابة ببعض الأمراض الروماتيزمية وأهمها مرض الروماتايد، ارتداء الأحذية الضيقة وخاصة من الأمام والتي تعيق الحركة الطبيعية للقدم، الإصابة بكسور القدم أو الساق تؤدي إلى انحراف الإبهام وبالتالي بروز عظمة القدم، زيادة الوزن بشكل مفرط وتعرض الأعصاب والعضلات المختلفة في الجسم للإصابة ببعض الأمراض. هنتكلم كمان عن أعراض ظهور عظمة القدم، الإصابة بألم شديد عند ارتداء الأحذية المختلفة، بروز عظمة على رأس السلمية الأولى من جهة الداخل، انحراف الإبهام من القدم إلى الجهة الخارجية. آثار يسببها ظهور عظمة القدم: إصابة عضلات وكبسولة الإبهام الخارجية بالقصر، انحراف عظمتي الإبهام عن مكانهما الطبيعي، تمدد كبسولة الإبهام الداخلية وانحراف عظمة الإبهام التي تقع على رأس السلمية الأولى عن مكانها، تعرض عظمة السلمية الأولى إلى نمو عظمي من الداخل، بالإضافة إلى تكوين كيس سنوفي على النمو، لأن الكيس يكون عرضة للاحتكاك بشكل مستمر وبالتالي يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات وزيادة الآلام. علاج ظهور عظمة القدم: ارتداء الأحذية المتسعة مع مراعاة ارتداء مقوم إبهام القدم، وضع كمادات باردة على مناطق التورم، وتناول الأدوية المسكنة التي ينصح بها الطبيب، إجراء العمليات الجراحية في حالة كانت الحالة متدهورة حيث يحدد الطبيب نوع العملية عن طريق قيام الطبيب المختص بعمل أشعة على القدم من مختلف المناطق، مع العلم على الجراح مراعاة الحالة الصحية للمريض وسن ودرجة التشوه اللي بيعاني منها والتشوهات الأخرى في الساق. إلى جانب ذلك يجب عليه منح المريض تعليمات للمحافظة على القدم بعد إجراء العملية، زي عدم ارتداء أحذية ضيقة وتناول الأدوية التي وصفها الطبيب وارتداء مقوي إصبع لمدة 3 أشهر على الأقل، مراجعة الطبيب بشكل منتظم للتأكد من نجاح العملية. هنتكلم كمان عن العمليات الجراحية لعلاج ظهور عظمة القدم. عمليات الأربطة والعضلات والكبسولة، حيث لا تجري هذه العملية إلا قبل اكتمال نمو العظام، أي في سن مبكر جدا، عمليات الأنسجة والعظام، وتجري هذه العملية بعد اكتمال نمو العظام، عمليات المسنين التي يتم لها قفل المفصل وإزالة القليل من العظم. كمان هنتكلم عن علاج بروز عظمة الإبهام القدم بدون جراحة عن طريق القيام ببعض التمارين الرياضية المنزلية، ويظهر الفرق خلال فترة من الزمن عند المواظبة عليها. التمرين باختصار: فنحن بحاجة إلى شريط مطاطي يربط كلا إصبعي الإبهام في القدمين ويتم شده. طريقة أخرى من الحلول النافعة لهذا الانتفاخ العظمي هو ارتداء قطعة من الجل أو السيليكون توضع بين الإبهام والإصبع الثاني في القدم بشكل يومي، بالإضافة إلى لبس الأحذية المسطحة والجلدية أو الأحذية الرياضية. هذه الخطوة ستمنع من تطور البروز والمؤلم، وقد تعمل على اختفائه قليلا مع مرور الوقت. نصيحة مهمة جدا للنساء، والتي يعتبر 30% من المصابين من بروز عظمة القدم نساء بسبب ارتداء الكعب العالي، فلابد للنساء الذين أصيبوا بهذا البروز تجنب الكعب العالي وارتداء أحذية صحية مسطحة، لأن السيدات عند ارتداء الكعب العالي لا يستطيعوا تحريك الأصابع التي تؤدي وظيفة مهمة جدا للحفاظ على التوازن، لذلك تكون الأصابع مشدودة، وتجنب ضغط وزن الجسم. ولمنع الالتهاب أكثر، التوقف عن الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكر والدهون المشبعة زي الـ MSG والكربوهيدرات المكررة،
لمحاربة الالتهابات يجب إضافة الأطعمة المضادة للالتهابات إلى نظامك الغذائي زي البقول والأسماك والحبوب الكاملة. هنتكلم كمان عن بعض التمارين الخفيفة زي تمرين المفتاح، وهو تمرين خفيف جدا وبطيء، وحاول القيام به يوميا حيث لا تقضي أكثر من 10 دقائق كل مرة، وهو التقاط المفتاح بأصبع الإبهام والإصبع الثاني. تمرين أصابع القدم، أوقف بثبات على الأرض وحاول أن ترفع أصابع قدمك فقط. قد يكون هذا صعبا في حد ذاته، ولكن بمجرد إتقانه يمكنك المتابعة للخطوة التالية. حافظ على أصابع قدمك مرفوعة، قم بتمديد أصبع قدمك الكبير واضغطه للأسفل بينما تظل أصابع قدمك الأخرى في الهواء. المهم تمديد أصبع قدمك الكبير قبل ضغطه إلى أسفل. الخطوة الثالثة، ضع بعض الأشياء الصغيرة مثل أقلام الرصاص أو حصى على الأرض وحاول أن تلتقطها بأصبع قدمك. أقف بثبات ثم أرفع مشط رجلك وأنت تقف على كعبك، ثم ارفع كعبك ببطء ثم اخفضه وكررها 5 مرات على الأقل، وبعد الانتهاء ارفع كعبك أقصى ما يمكن. سوف تشعر بالراحة، ويمكن تكرار التمرين عند الشعور بوخز في قدمك. التدليك مهم جدا لراحة القدم، ويمكنك القيام بهذه الطريقة عندما تشعر قدمك بالتعب بشكل خاص أو بشد في الإصبع، فقم بدحرجة كرة تدليك خاصة أو كرة تنس عادية تحت باطن قدمك. قم بالتدليك قدمك بالإبهام لأعلى والأسفل مع الضغط برفق، مع عمل تدليك لإصبع الإبهام برفق. وفي النهاية نرجو أن نكون ما قدمناه من نصائح لعلاج بروز عظمة القدم حاز على إعجابكم، فتابعونا على القناة وعلى صفحتنا على الفيسبوك للتعرف على كل ما هو جديد في عالم الصحة والجمال. وإلى اللقاء في فيديو جديد ومعلومة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.